رغم كده انه جماهير النادي الاهلي تلوم على اداره النادي الاهلي، تقول لهم انتم ما دخلتوش سوق الانتقالات بقوه ومفيش لعيبه كتير، بس دلوقتي معلش انا راجل بتاع كوره، انا ماليش دعوه بالجماهير، انا نتيجه اللعيبه دي لما صح. لما تتجمع مع بعض ويقفوا على رجليهم حاله بدنيه ده صعب على نادي الزمالك. هيبقى صعب ان الدوري مش هيبقى سهل، ولما الصفقات دي كلها بتخش مع الفرق مش هيبقى صعب، مش هيبقى سهل على الاهلي والزمالك وبيراميدز او الزمالك والاهلي وبيراميدز ان الفرق دي هتبقى تقيله. اعمل حسابك ان لكل اللي جاب تقيل، عنده لعيبه تقيله. صحيح. ده بيراميدز نفسه راح جاب مصطفى فتحي وجاب دونجا وجاب بعض الصفقات برغم ان هو عنده لعيبه تقيله، لان كله عارف لانه طمع لما نهى تاني طمع في الاول. صحيح. صح، والاهلي مش هيفوت ان ثلاث سنين عمرها ما حصلت في تاريخه انه تعدي منه البطوله، فهيبقى شرس السنه دي. صح ولا غلط؟ صحيح. تعال اتكلم على الباقي، مش هحط نفسه في ازمه المصري ولا الاسماعيلي ولا الاتحاد يخش في ازمه ان انا ابقى موجود ولا ما ابقاش موجود. كله بيدعم جامد، فكله بيدعم ويدفع. وانا من هنا عندك انا بحيي رجال الناس اللي دخلت، يعني بالذات كمان انا عايز احيي الاستاذ محمد مصلحي، ان الراجل ده ما تسمعش مشكله خالص. ودي حاجه غريبه. لسه معايا امبارح صابر رحيل بيقول لي انه من اكتر رؤساء الانديه اللي عمرنا ما كان عندنا ازمه ماديه. هو ده اللي بتكلم فيه، رغم ان هو بيتكفل يعني. استاذ كامل ابو علي لما جه انت شفت الصفقات. صح. لما بدا يركز استاذ يحيى الكومي بدا في صفقات، طبعا في رعاه يخشوا الفتره اللي جايه، وبدانا نشوف ان في رعاه يخشوا على الناديين دول. يعني ناديين اسماعيلي ومصر في رعاه يخش عليهم. دول هيفرقوا بشكل كبير جدا في الماديات بتاعه الاسماعيلي والمصري. فبدا نشوف الصفقات. سيراميكا بدا يحس بالخطر اللي كان موجود فبدا يصرف. لانه بين الدورين السنه اللي فاتت ما دعمش بشكل كويس. صحيح. فبدا يجيب السنه دي، لان احمد سامي طبعا هو ليه فكر وليه تكتيك وليه شغل، لكن لما جه على فرقه هي دي النوعيه اللي موجوده معاه بدا يحس